مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا، وسعدنا النهاردة أن يكون ضيفي وضيفكم الدكتور سيد محروس، عضو الهيئة العليا لتحالف المستقلين. أهلا وسهلا بك يا دكتور. الدكتور هشام معناني، عضو الهيئة العليا لتحالف المستقلين، أهلا وسهلا بحضرتك. الدكتورة رباب الششتاوي، عضو الهيئة العليا لتحالف المستقلين، أهلا وسهلا بحضرتك. الدكتور عمرو عبدو، أهلا وسهلا بحضرتك، عضو الهيئة العليا أهلا لتحالف وسهلا. المستقلين. احنا سعداء ان حضراتكم موجودين النهارده معانا في برنامجنا، وسعداء اكتر ان احنا عرفنا ان في تحالف اسمه تحالف المستقلين موجود حاليا في الساحه السياسيه اللي موجوده في مجلس النواب القادم ان شاء الله، لان احنا حضرنا طبعا في اول مجلس الشيوخ اللي حضرنا المجلس اللي فات كان في قائمه موجوده وهي قائمة واحدة، فاحنا أسعدنا النهاردة إن احنا يكون معانا قائمة جديدة موجودة، فعايزين بقى حضرتك تعرفنا دكتور هشام إيه هو تحالف المستقلين. هو بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. طبعا تحالف المستقلين هو مبني على فكرة إن احنا إذا كانت الحياة الحزبية هي أحد أهم الأسس للحياة السياسية المصرية، ولكن طبقا للقانون والدستور وان الاحزاب هي الكيانات الاساسيه لمباشره الحقوق السياسيه، لكن الاصل في الموضوع ان الشعب هو مصدر السلطات وكل السلطات. ودي كانت الفكره بتاعتنا، ان احنا ازاي نطبق ما ينص عليه الدستور، ان يكون هناك تحالف يجمع ما بين مستقلين واحزاب. ويمكن القانون اتاح ان تكون هناك كتله من المستقلين تستطيع ان تقوم بتحالف سياسي وقوائم انتخابية وتخوض الانتخابات بصفتها السياسية، وأن هناك أحزاب تستطيع طبقا للدستور والقانون أن تخوض الانتخابات لكتلة أحزاب أو ائتلافات، ويتيح القانون أن يكون هناك ائتلاف ما بين المستقلين والأحزاب. عايزين نعرف برضو يا دكتور من حضرتك إزاي الفكرة جت لحضرتك، مع إن إحنا عارفين إن هو كان شيء صعب أو شيء مستحيل إن إحنا يبقى فيه تحالف مستقلين موجود بالشكل الجميل اللي احنا يعني كحزب المستقلين، احنا بدأنا الفكرة على اساس ان احنا تم انشاء الحزب سنة 2011، وخدنا انتخابات 2012 وخدنا انتخابات 2015. احنا دراستنا للحياة الحزبية بالتشاور مع شخصيات مستقلة وطنية، لقينا ان خوض الاستحقاقات الانتخابية هو واجب دستوري وقانوني، وسيحسب للتاريخ او سيحسب التاريخ ان هذا الفراغ الذي تعانيه الحياه السياسيه ان لم يتم خوض الانتخابات من كل القوى السياسيه سواء كانوا افراد او احزاب، انا اعتقد ان ده واجب وطني يجب ان نكون جميعا مشاركين فيه. من هنا احنا فكرنا ان احنا ازاي نعمل كلام شرعي ودستوري وقانوني ان يكون هناك ائتلاف يضم شخصيات مستقله واحزاب. النقطة المهمة جدا اللي احنا بنقول القطاع الأكبر من الشعب هو المستقلين، إذا كان عدد المشاركين في السياسة في التكوينات السياسية الأساسية وهي الأحزاب لا يتعدى 5%، لكن الأصل في الموضوع هو مساحة المستقلين الكبيرة جدا. من هنا جات الفكرة بالتشاور، يمكن الدكتور سيد كان الشريك في الفكرة من أول لحظة، وزملائنا في الهيئة العليا، إن احنا إزاي نستغل هذه النقطة ليس إغفالا لدور الأحزاب، ولكن اللي احنا هنتكلم عليها بعد كده ان هو تلقى ضربات قويه لاضعافها على مدار السنوات، سواء كان من خلال التشريعات او تصريحات تشريعات ان هناك ضربات قويه بما يطلق بان الاحزاب احزاب كرتونيه واحزاب ضعيفه واحزاب هشه والى اخره، وده اضعف الحياه السياسيه المصريه. قلنا ان احنا نشتغل على القاعده الدستوريه الاصليه وهي الشعب، وبالتالي كان الاختيارات الأساسية بتاعتنا هتكون غالبية الاختيارات ليها والسماح لمساحة تتيح للأحزاب فرصة وتتيح للمستقلين فرصة، وفرصة كبيرة جدا. شركائي في الهيئة العليا هم أصحاب الفكرة وهم اللي دافعين بيها دفع جامد جدا، واسم المستقلين ليس يعني معناه. طبعا بنشكركم جميعا على التحالف وعلى الفكرة الجميلة اللي حضرتك قدمتها وعرضتها للسادة المشاهدين، وعايزين برضو نسأل برضو دكتور سيد محروس، عايزين نعرف من حضرتك التحالف المستقلين هل هيكون فيه مقاعد فردية ولا هو قوائم فقط؟ والله واحنا طبعا لما فكرنا في الاول وكانت الفكره بتدور في رؤوسنا منذ 2015، لان احنا عانينا كتير اثناء اعداد بعض التحالفات والقوائم في 2015، ولكن للاسف
لقينا القوى لما تتفتت ما بتديش الهدف الصحيح بتاعها. لكن احنا المرة دي اشتغلنا من فترة كبيرة على ان يكون هناك تحالف، وبرضو الاسم برضو اللي فيه ناس كتير بتعول عليه هو اسم مستقلين. اسم مستقلين ده هو الشعب، اسم مستقلين ده هو الناس اللي قاعدة ما عندهاش انتماءات حزبية، وده حق اصيل المواطن ان يكون في حزب او برا الحزب. كون بقى ان شاء الله ان احنا اولا هدفنا الاساسي هو تكوين القوائم، وان شاء الله الحمد لله احنا بعد اعلان امبارح الهيئة الوطنية احنا طلعنا ببعض التصريحات، وهي تصريحات وقائية، لان احنا بالفعل لدينا ملفات باذن الله تصل ل 85% من الاربع قوائم على مستوى الجمهورية. لكن هيكون عندنا فردي ولا لا؟ اعتقد ان بعض الاحزاب اللي موجودة معانا هيدفعوا بفردي على بعض المقاعد اللي موجودة، ودي هتساند القائمة من ناحية، وفي نفس الوقت برضو هندي برضو مساحة ان احنا نتواصل مع بعض اللي هيخوضوا الانتخابات على المقاعد الفردية في بعض المحافظات والقرى والمراكز، ان شاء الله اللي يكون في نوع من التنسيق ما بيننا وما بينهم، بحكم ان احنا مستقلين على مجموعة احزاب، بحكم ان الناس دي برضو نازلة على كراسي فردية مستقلية. فان شاء الله باذن الله يكون في ان شاء الله باذن الله امل فان يكون هناك حراك سياسي وتقديم نواب بالفعل من الشعب لبرلمان الشعب، وباذن الله تكون فكره ناجحه جدا باذن الله، ونتمنى ان كل مصر باذن الله تنزل وتشارك، وده الهدف الاكبر. يعني احنا بنشكرك النهارده يا دكتور سيد، ونشكرك طبعا النهارده يا دكتور هشام على التوضيح اللي احنا بنسمعه الجميل. الساده المشاهدين اللي بيشاهدونا وبنقول لهم ان في وليد اللحظه في تحالف للمستقلين موجود حاليا في الحياه السياسيه اللي موجوده، ونشوف الدكتوره رباب النهارده. عايزين نسال من حضرتك برضو ونعرف من حضرتك برضو عن التحالف، واحنا عارفين ان المراه شيء اساسي في القوائم دلوقتي وليها حظ كبير، والسيدات، وشايفين حضرتك برضو من اعضاء الهيئه العليا، يعني في بالنسبه لنا تكافؤ بين المراه والرجل في هذه القائمه وفي هذا التحالف الجميل. فكلمينا حضرتك برضو عن التحالف وكلمينا عن القوائم الموجودة. هو أجمل شيء في التحالف إن في مساحة للمرأة وفي مساحة للشباب وفي مساحة للشابات إن هم يشاركوا، لأن المرأة كاقتصاديا ما تقدرش تنزل فردي، فيش يعني، وده احنا شفناه في مجلس الشيوخ وشفناه في الانتخابات اللي قبل كده. فعدد السيدات اللي ممكن ندفع بيهم في المقاعد الفردية يعني هيهمش المرأة وهيظلمها جامد جدا. فالحمد لله ان القانون بينص ان 50% من القوائم هيبقى نساء، وده شيء جميل ان احنا ندفع بقى بالنساء في الصعيد والنساء في سيناء والنساء في ريف مصر، لان دول لازم يكون صوتهم موجود ومسموع، لان هم دول نبض الشارع. يعني دايما يعني المقوله المعروفه ان المراه هي نص المجتمع وفكرها بيؤثر على النصف الاخر. فالاهتمام بالمراه وان القوائم هي اللي بتدعم المراه، وان ان شاء الله باذن الله هيبقى لها نصيب كويس جدا انها تعبر فعلا عن نبض الشارع المصري. يمكن يعني اكتر حاجه محسسه او بتعمل فجوه ما بين مجلس النواب ان احنا بنشوف ان مش بيعبر عن راينا، ان الفئات اللي فيه بعيده عن الشارع، بعيده عن نبض الشارع، ان كتير يقولوا طب لو يا ريت القانون ده كان فيه الحاجه الفلانيه، يا ريت كان سالونا، يا ريت، رغم ان هم فيهم ناس كتير مقاعد فرديه محترمه للجميع، ومع ذلك ما عبروش عن نبض الشارع. فاكتر حد يعبر عن نبض الشارع هي المراه المستقله. فان شاء الله يكون لينا تواجد كويس ويكون تمثيل كويس ان شاء الله طبعا بالتوفيق، وان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق في الفتره القادمه باذن الله، ونشوف برضو حظ كبير لتحالف المستقلين في الشارع المصري يكون موجود قائمة، عشان يكون في رأي ورأي آخر، ويكون في حراك سياسي موجود بين المجتمع برضو اللي احنا موجودين فيه، ما يكونش برضو فصيل واحد أو قطيع واحد هو اللي بيقرر قراراته داخل المجلس. فالحياة السياسية بتحتاج رأي ورأي آخر، واحنا النهارده برضو الدكتور عمرو احنا سعداء بحضرتك موجود معانا النهارده، وانا اسعد، وعايزين نعرف من حضرتك برضو ان بالنسبه للقائمه اللي موجوده، هل باب الترشيح بالملفات لسه موجود عندكم؟ بتقبلوا الملفات او قفلتوا باب الملفات للقائمه اللي موجوده حاليا بعد اعلان الهيئه العليا للهيئه القوميه للانتخابات ان التقديم ب 17؟ طبعا انا سعيد ان انا موجود في وسط الكوكبه المثقفه المحترمه من ابناء الشعب المصري ومحضرتك في البرنامج المحترم. فكره تحالف المستقلين جت في الاول بعد دعوه السيد الرئيس لاستحقاقات الدستوريه في مجلس الشيوخ ومجلس النواب،
وبعد إقرار قانون انتخابات في مجلس الشيوخ ومجلس النواب بنظام القايمة والفردي 50-50، طبعا السيد الرئيس ومساعد اخواننا النواب في مجلس النواب المنقضي ادوا فرصة كويسة جدا للسيدة لأمهاتنا وإخواتنا البنات والستات، ادوا فرصة للعمال، ادوا فرصة لتمثيل الفئات المستثناة في المجتمع. فكان لزاما أن يقوم الشعب بإنشاء بدل القائمة الواحدة أكثر من قائمة، ولكن لم يحالف المصريين الحظ في إنشاء قائمة أخرى في انتخابات الشيوخ الماضية. فكانت الفكرة في تحالف بعض الأحزاب مع بعض المستقلين وذلك اتباعا للقانون الذي يسمح بذلك. فقمنا في تحالف المستقلين بناء على فكرة الدكتور سيد محروس والدكتور هشام عنان بإنشاء تحالف المستقلين من مجموعة وطنية من المستقلين المصريين ومجموعة وطنية من الأحزاب الموجودة. وطبعا زي ما الدكتور هشام قال، احنا الأحزاب مش أحزاب كرتونية، هي تلقت ضربات عديدة وقوية على مر السنوات الماضية لإظهار الأحزاب بنوع معين من الضعف، ولكن الآن أثبتت الأحزاب أنها على استطاعة أن تمثل نفسها في الشارع وأن تدخل في قائمة تطلق عليها قائمة المستقلين بالتعاون مع شخصيات وطنية مصرية. نجد الآن أن كثير من المصريين في موقف وطني جديد لملء الفراغ الموجود في الشارع السياسي، أنشأوا قائمة تطلق قائمة المستقلين. الحمد لله احنا عندنا النهارده اكتر من 85% من الملفات، من 80 ل 85%، وما بنقولش 100% لان احنا انتظرنا للحظات الاخيره حتى نطعم تلك القائمه بشخصيات وطنيه مؤثره حتى تزيد فرص التحالف في الفوز. فاحنا ان شاء الله باذن الله هننافس على الاربع قوائم على مستوى الجمهوريه، الاثنين 100 واثنين 42، واثقون وبنسبه كبيره ان شاء الله باذن الله من الفوز ومن فرصنا وحظوظنا في الفوز ان شاء الله، ونعد العده لبرنامج دعائي قوي، وان شاء الله باذن الله الحظ في الفوز يكون حليفنا باذن الله. ان شاء الله باذن الله بنتمنى لكم التوفيق. ونقول لي بقى الدكتور هشام، احنا طبعا يعني سعداء النهارده ان احنا بنسمع لتحالف المستقلين، وعايزين نعرف من حضرتك برضو التحالف ازاي حضرتك بتختار المرشح في القايمه بتاع حضرتك، او ازاي انه ينزل فردي في تحالف المستقلين. الاول بس يعني انا باكد على كلام زملائي ان إعادة مشهد 2010 أعتقد أنه مش في صالح حد، وده يمكن من أحد الدوافع الوطنية اللي خلتنا كمجموعة نفكر أن لابد أن نخوض هذا الاستحقاق. قصة قيام بعض القوى السياسية بأن هي بتمضي على بياض لبعض القوائم اللي موجودة على الأرض وتتيح لها فرصة استحواذ، الوطنية لا يمكن الاستئصار بها بقرار إداري أو بتوزيع أو تقسيم إداري. ما يحدث في الشارع السياسي المصري زي ما بقول يجب أن يتم منافسته، ومنافسته بقوة لصالح الوطن. نحن نخوض هذا الاستحقاق بهدف أن احنا واجب وطني أصيل في أن احنا ندفع بكوادر جديدة ودماء جديدة في الحياة السياسية وفي الشارع السياسي المصري. معظم المرشحين اللي موجودين عندنا نملك خبرات كبيرة، عندنا بندفع بدماء جديدة سواء كان في الشباب أو في المرأة أو ذوي الخبرات السياسية مع الحفاظ على قانونية القائمة. احنا هدفنا ان احنا نضخ دماء جديدة للحياة السياسية المصرية، ندفع بنواب تستطيع ان تقوم بدور النائب الحقيقي سواء كان من ناحية التشريعية أو من ناحية الرقابية أو من ناحية القانونية. لان احنا لو رجعنا بالتاريخ بس هنكتشف يعني حاجه عجيبه جدا، في مثلا في برلمان 2005 ان تكتشف ان نسبه كبيره جدا من القوانين غير دستوريه برغم ان كان على راس المجلس استاذ قانون دستوري، ونكتشف ايضا ان هناك قوانين اخرى موجوده طرحت ويشوبها عوار دستوري. اذا ان احنا امام واجب وطني حقيقي من حيث مشاركه جاده حقيقيه، ان احنا بنقدم تجربه سياسيه بتقول لا للاستحواذ على الشارع السياسي، لا للاستحواذ الفصيل الواحد، احنا بنقدم تجربة يجب ان يدعمها الجميع في منع كارثة سياسية قد تحدث في حال وجود فصيل يستأثر بالحياة السياسية المصرية. عندنا كوادرنا سواء كان في الشباب او في المرأة او في ذوي الاعاقة او في الاخوة الاقباط طبقا للتمثيل القانوني للقائمة، زي ما بقول احنا جايين ننافس وننافس بقوه زي ما قال زميل الدكتور عمرو اكد عليه الدكتور سيد. قطاع العمال اعتقد ان هو التحالف هيتكلم عليه زميل الدكتور سيد وزملائي، احنا زي ما بقول احنا من الشعب والقائمه دي قائمه الشعب وبمختلف طوائفه، احنا جايين ننافس ننافس ننافس، بننافس الاستحواذ السياسي
بننافس المال السياسي، بننافس السطوة السياسية التي تحاول أن تسطو على الحياة السياسية المصرية في الأعوام القادمة. نجحنا إن شاء الله مرتبط بوعي الشارع، بنطرح طرح سياسي بديل أمام الناخب بدل أن هو بيتحول الاستحقاقات الدستورية إلى استفتاءات، وده أعتقد أنه ليس في صالح مصر وليس في صالح الناخب وليس في صالح الوطن. إحنا بنشكرك يا دكتور النهاردة. ودكتور سيد محروس، إحنا سمعنا أن في طبعا المال السياسي بيؤثر في القوائم اللي موجودة، وسمعنا إشاعات كتير. هل برضو القائمة بتاع التحالف المستقلين فيها اموال وفيها بعض الامور اللي بنسمعها في القوائم الثانيه؟ هو انت سمعت ولا شفت؟ لا انا سمعت، فعشان كده انا بحب اتاكد منك. انا بس كل عايز اقوله طبعا تاكيدا، احنا كان لدينا فكر، وهذا الفكر من منطلق وطنيتنا وحبنا لبلدنا. النهارده لما بيكون عندي نائب، معلش يعني، طالع من الشعب علشان هو صدموا قوانين بحكم الدساتير اللي اتغيرت والثورات اللي قامت، هذا النائب دوره الاول هو الدور التشريعي، ازاي يطلع قانون يخدم المواطن وفي نفس الوقت يبني الدوله. يعني مش بقول قانون يخدم المواطن ويهدم الدوله، لا، على ان يخرج هذا القانون، تمام، يعمل علاقه توازنيه ما بين صالح المواطن وما بين بناء الوطن. طبعا مش ممكن خالص على الاطلاق نقول ان واحد بيدفع 10 جنيه، مش هقول بقى 10 مليون جنيه عشان ايه، يعني الارقام دي يعني بتخيف بعض الناس، لكن هي ارقام حقيقيه يعني، لكن مش هقول حد بيدفع ملايين، تمام، مش لدعاية، مش في الشارع، لا، ده بيدفع ملايين في مكان عشان ياخد كرسي. قائمة المستقلين كان لينا واحنا قاعدين في الهيئة العليا اول قرار بنتخذه، تمام، مفيش حاجة اسمها جمع اموال نهائي خالص. لكن احنا طبعا كل مرشح هيكون عليه مسؤوليات ما بعد تقديم القائمة وخلاص اعلان ان هناك قوائم، هيكون عندنا بس حاجة اللي احنا ازاي ننزل نعرف نفسنا للناس من خلال مؤتمر صغير، من خلال يافطة على قدنا. احنا ما عندناش المال السياسي اللي هو يخلينا، احنا اخترنا ناس وطنيين لهم قواعد جماهيرية، هيكون هذا الكلام والإعلان عن التحالف كده. نفسه هيكون هذا الكلام بعيدا عن المال السياسي، لان اللي بيدفع ملايين علشان ياخد كرسي مش داخل عشان يخدم، خلينا نتكلم صراحة. اما الغلبان اللي داخل عشان يخدم هيبقى غلبان، لانه ركب مترو الانفاق وركب اتوبيس هيئة النقل العام ومشي في الشارع ولقى الصرف الصحي، فهيخش عشان يخدم على هذا الكلام، يقدر يطلب من هنا ان يكون في دعم لقريته لمركزه. هو ده الكلام اللي احنا بنتكلم بيه على ارض الواقع. لكن فلوس احنا خالص ما فيش حاجه اسمها جمع اموال، احنا كل الحكايه انها جمعيه مشاركه كده للمستقلين، لان كل اللي داخلين ناس مش هنقول غير قادرين، ولكن هم مش عندهمش الطموح ان هم يدفعوا ملايين عشان يحصلوا على الكرسي، هم هيحتاجوا حب الملايين ان ينزل لهم يديهم صوتهم وثقتهم عشان هو يقدر يتكلم عليهم في برلمان ويشرع لهم ويراقب الحكومه، وده حق اصيل لعضو البرلمان. وخاصه هتحدث معلش في نص دقيقه بس عن العمال والفلاحين واخواتنا ذوي الاعاقه والمراه والشباب اللي موجودين جوه القايمه واخواتنا الاقباط والعاملين في الخارج. انا بعول عليهم كتير قوي، انا بعول وبنشدهم من خلال برنامج حضرتك المحترم ان يكون هناك نزول من العمال والمفلحين، لان عندنا في قلب القوائم بتاعتنا ان شاء الله الناس هتفاجئ ان هناك عندي عمال اقوياء جدا موجودين بينتموا للطبقه العماليه، عندي فلاحين اقوياء جدا موجودين في قلب القائمه، تمام، والفلاحين ليهم مشاكل محتاجه الدستور يشرع لها او البرلمان يشرع لها قوانين. عندي ذوي الاعاقه وهم طلع لهم قوانين، وسياده الرئيس نفسه مهتم بذوي الاعاقه، بس هل القوانين دي فيها مواد محتاجه تتغير؟ فيها مواد محتاجه تتغير، مش هطيل وهدي بقيت فرصه لاخواني اللي موجودين، ولكن عايز اقول لك ان شاء الله قائمه المستقلين وتحالف المستقلين سياتي بوجوه حقيقي تمثل الشعب المصري. احنا بنشكرك يا دكتور سيد على التوضيح، وبنسال بقى الدكتوره رباب. احنا شفنا طبعا في عصر السيد رئيس الجمهوريه محمد حسني مبارك العصر القديم، شفنا كان في حزب وطني، وشفنا كان رئيس الحزب كان رئيس الجمهوريه. هل في هذه الفتره احنا لغايه دلوقتي ما عرفناش ان في حزب بيتبع الجمهوريه او بيتبع رئيس الجمهوريه او بيتبع الدوله، فاحنا عارفين المعلومه دي كويسه، وفي حزب بيتبع حاليا في الوقت الحالي حزب الدوله؟ خلينا نتكلم في اللي جاي. فانا يعني ما هو اللي موجود اللي بيمثل، احنا وجودنا بينفي ده، وان اتسمح لنا ان احنا ننزل وان احنا نجهز قوائم وان احنا نتحالف بيننا وبين بعض مين في ده. ما هو خلينا انا دلوقتي انا ناخد نازل انتخب في قائمه واحده او حزب واحد، ما هو تسكين، ما لازم ما قداميش اختيارات،
اللي بيخلي ده بيظهر ان الناس بتتراجع. عشان كده احنا نزلنا، وعشان كده المستقلين نزلوا، وعشان كده احنا ما نتبعش احزاب ونزلنا، عشان ما يبقاش فيه اللي حضرتك بتقوله ده. لان حزب واحد يعني فكر واحد، فكر واحد دايما ما بيبقاش 100% صح. هو نطلع فاصل ونرجع نكمل مع حضرتك. ورجعنا لكم بعد الفاصل ونكمل مع الدكتوره رباب. فهو معالي رئيس الجمهوريه قال في كل خطاباته ان هو على مسافه واحده من كل القوى السياسيه، وده شيء جميل وشيء بيدينا مساحه ان احنا ننزل وان احنا نعبر عن راينا. ففكره ان احنا نتراجع بقى ونلاقي قوه واحده هي المتصدره المشهد السياسي، فده الناس الغلطانه. يعني احنا بدل في دعم سياسي وان الناس بترحب باي حد ينزل وان الرئيس على مسافه واحده، فخلاص فاحنا المفروض ننزل عشان الناخب لما يروح يلاقي فيه اختيارات فيختار الاصلح والاقرب له واللي هيعبر عن صوته واللي هيعبر عن مصالحه. احنا بنشكر حضرتك طبعا، واحنا عارفين ان السيد الرئيس جمع القوى السياسيه كلها اللي موجوده، وكله هو التملي بيكون راعي لينا كلنا، وبيوجهنا ان احنا نكون موجودين كلنا في حب مصر، وكلنا بنعمل لخدمه المجتمع اللي احنا موجودين فيه وتقدم المجتمع اللي احنا موجودين فيه، وكلنا بنحب بلدنا، وان شاء الله نشوف بلدنا اجمل بلد في الدنيا كلها تحت رعايه طبعا السياسه مع سياده رئيس الجمهوريه. عايزين نعرف من حضرتك برضو بالنسبة للانتخابات اللي فاتت والوضع اللي احنا شفناه في الشورى، شفنا انتخابات طبعا اول انتخابات حصلت بعد ثورات كتير موجودة ومشهد سياسي كتير موجود، حضرتك شايف ان الفترة اللي جاية في مجلس النواب هيكون المشهد نفس المشهد او هيكون مشهد تاني مختلف؟ بعد الغطاء السياسي اللي منحه السيد رئيس الجمهورية لكل الاحزاب السياسية في مصر وكل التيارات الوطنية التي تعمل على ارض مصر، والسماح بعمل قوائم تانية تنافس بعضها البعض، وعدم استحواذ فصيل سياسي معين على الانتخابات او على مجلس النواب القادم، اعتقد ان شاء الله باذن الله في وجود تحالف المستقلين والقوائم الاخرى ان شاء الله باذن الله نرى حياه سياسيه مليئه بالديمقراطيه الفتره الجايه. ان شاء الله باذن الله الضمانات الموجوده لانتخابات حره نزيهه في وجود القضاء المصري الشامخ العادل، في وجود قوائم ووجود مرشحين فردي، ونظام الدوائر الجديد اللي هو 143 دايره فردي على مستوى الجمهوريه، ووجود اربع دوائر باكثر من قائمه، ان شاء الله نتوقع حياه سياسيه جيده. احب بس انوه ان تحالف المستقلين منذ انشائه، حتى حضرتك دلوقتي بتعلن عن اعضاء التحالف، احنا كله بنقول اعضاء الهيئه العليا، ما قلناش رئيس تحالف مستقلين، ما قلناش نائب الرئيس، ما قلناش منسق عام، احنا كلنا سواسيه تمام. وهو ده انكار الذات لاخراج المشهد بافضل صوره ممكنه. تجمعنا على قلب رجل واحد وعلى قلب امراه واحده لكي نطلع في الاخر بنتيجه واحده، ان هو ده تحالف لكل المصريين. واحنا بنشكر حضرتك، واحنا شايفين تحالف جميل وشايفين قوه سياسيه اتولدت من جديد في الشارع المصري الله. بنتمنى لكم التوفيق وكل التوفيق ان شاء الله في الفترات الجايه. ان شاء الله نلبي طلبات الشعب المصري. رساله اخيره بقى للساده المشاهدين اللي بيشاهدونا يا دكتور، نقول لهم ايه؟ احنا بنقول ان احنا قائمه المستقلين هي قائمه من المستقلين والاحزاب، بنقول هي قائمه الشعب، قائمه كل الفئات، قائمه كل الاطياف السياسيه، وما زلنا نفتح ايدينا لكل القوى السياسيه وكل الافراد الذين يمتلكون القدره على العمل العام والعطاء العام. مصر بتحتاج تكاتف كبير في الفتره القادمه، مصر في مرحله اعتقد من ادق المراحل السياسيه والاقتصاديه والخارجيه، السيد الرئيس والدوله تسعى بكل جهد في سواء خارجيا او داخليا. احنا بندعم الدوله المصريه، بندعم المشاركة السياسية لدعم الدولة المصرية، لنا ثوابت وطنية واضحة، سواء كان للدولة ككل كمؤسسات كجيش كشرطة، نحن وطنيين ونؤمن تماما أن الوطنية لا توزع ولا يتم الاستحواذ عليها. ولذلك احنا بنقول قائمة المستقلين هي قائمة الشعب وقائمة الأحزاب وقائمة المستقلين، وما زلنا نفتح أيدينا للجميع، وما زلنا سواء أحزاب أو أفراد، وبنقول للناخب انزل وشارك وصوت للناس اللي هم حاملين همك، عايشين عشانك، داخلين عشانك، ما لهمش مصالح، ما فيش مال سياسي ولا نمتلك الا ان احنا اصحاب رؤى وفكر، وان شاء الله ننافس وننافس بقوه ونقدم نموذج مشرف للحياه السياسيه المصريه. احنا بنشكرك النهارده طبعا عشان وقت الحلقه دكتور، وبنشكر طبعا الدكتور سيد محروس، وبنشكر طبعا الساده الموجودين اعضاء الهيئه العليا
على الفكر الجميل وعلى التحالف الجميل اللي موجود. وطبعا النهارده التحالف مش هنقدر نتكلم فيه في حلقه واحده، ولكن في حلقات كتير موجوده ان شاء الله باستمرار، عشان برضو توعيه للشارع المصري وتوعيه للساده المشاهدين اللي بيشاهدونا في الحلقات اللي جايه ان شاء الله، ونكون قدرنا ان احنا نتكلم عن التحالف باستفاضه اكتر ان شاء الله في الفترات اللي جايه. بس عشان انا عارف ان في وقت، وانا انا عارف جيدا، بس هم 10 ثواني بس، 10 ثواني كتير يا دكتور ماشي. لا لا مش كتير، 10 ثواني معانا، 10 ثواني بس. بنشكر فيهم سياده اللواء صبري سراج، وهو احد الناس اللي بيبذلوا مجهود كبير جدا معانا. نشكر فيهم برضو الزميل محمد لاشين ممثل الشباب معانا في التحالف، وبنشكر فيهم مهندسه كوثر، وبنشكر فيهم اخواتنا الباقيين اللي ممكن نذكر اسمائهم، استاذ نهل عبد العزيز. يعني هناك ناس كثيره قائمين على هذا التحالف، وانا بشكر كل القائمين على التحالف الجميل، وان شاء الله يكون لنا حلقات تانية ونطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل.